الله أكبر، اشتعال النيران داخل مخفر 34 بعد هجوم أبطال لواء تحرير حوران عليه وتحريره من عصابات بشار الأسد. اشتعال النيران داخل مخفر 34. الله أكبر والعزة لله. أبطال لواء تحرير حوران 26/7/2013 يقوم بدك وتحرير مخفر 34 على الحدود السورية الأردنية. الله أكبر والعزة لله. أبطال لواء تحرير حوران يقومون بتحرير المخفر 34 على الحدود السورية الأردنية. الله أكبر الله أكبر. اشتعال النيران